اخوتي اخواتي مرحبا الكبيرين، لاباس عليكم؟ كيف الناس؟ تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. تخنقت. المهم اخوتي، جينا اليوم بغينا نصوروا واحد الفيديو قبل وصدقنا صورنا جوج لي فيديو. غادي تشوفونا هكا جوج لي فيديو هكا زعما نفس الشيء، لابسين نفس الشيء نفس الحوايج. المهم راه صورنا جوج ديال لي فلوغ. شنو هو الفلوغ اللي صورنا قبل؟ هو وصلنا لواحد البلاصه زويونه فيها جريده كبيره عندها تاريخ، هي سميه هي القلعه ديالها، سميتها قلعه الجاري، موجوده بالامارات بمدينه بمدينه العين بالضبط، مدينه العينويين. دابا تشوفوا، اجيو تدخلوا معنا نكتشفوها، تشوفوا داكشي داخل. صورنا شي حاجه لقطات، ماشي شي حاجه بزاف ان شاء الله. داكشي زوين من الداخل، كاين واحد باحثة داخل شرحت لنا داكشي. حتى انا ماشي عربيه، حيت شافني دايره هذه صحابتها سويديه ولا افريقيه ولا جنوب. شنو صحابتها؟ يعني افريقيه. لا حسيت لها ماشي عربيه، قالت لي عيونك، قالت لي عينيك كيبينوا حاجه وحده اخرى، وانا غادي نعمل انا وتوارك غادي نمشي. المهم خليكم معايا، اجيو تشوفوا القلعه ديالنا. القلعة الجاهلي. تعد قلعة الجاهلية احدى اكبر القلاع التقليدية المبنية من الطوب التيني في مدينة العين. توفر مختلف عناصر مبني القلعة رابطة مادية وبصرية قوية مع الاحداث التاريخية المهمة التي شهدتها المنطقة على الصعيدين المحلي والاقليمي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. تحظى قلعة الجاهلي بأهمية كبيرة لارتباطها بالشيخ زايد بن خليفة المعروف باسم زايد الأول، والذي استمر حكمه من 1855 إلى 1909. بدأ الشيخ زايد الأول ببناء قلعة الجاهلي في عام 1891، وانتهى من بنائها في عام 1898. المعرض مبارك بن لندن، ويلفيلد والحرية في الصحراء. يسرد المعرض الدائم في قلعة الجاهلي قصة الرحالة البريطاني ويلفيلد الذي عرف في منطقة الجزيرة العربية باسم مبارك بن لندن، وتمتع بشهرة عالمية واسعة باعتباره مستكشفا ومصورا وكاتبا في أدب الرحلات. وفي الفترة بين أكتوبر 1946 ومايو 1947 عبر ويلفيلد مع المرافقين له صحراء الربع الخالي للمرة الأولى، إلى أن بلغوا أبوظبي حيث لقوا ترحيبا كبيرا من عائلة النيهان الحاكمة، وقضوا في أبوظبي 20 يوما متمتعين بوسائل الراحة بعد عبور الصحراء. Thank you.
التجريده هذه غادي نشدوها لكم. دابا ولات بارك كبير كيجيو الناس كيتنزهو فيه وداكشي. كانت في قديم زمان هي واحه ومنها يعني يعني منها كيعيشوا الناس اللي كانوا عايشين في هذه القلعه قديم زمان. يا زمان اجيو تشوفوا الجريده حيت الجريده كبيره بزاف. يلا خدينا شي معلومات خدينا كتيب سميتها قلعه الجاهل قديمة أقدم قلعة, أقدم قلعة من البناء القديم في مدينة العين. هذه هي الجردة، جردة كبيرة بزاف. راه كبيرة فاش كتدخلوا ليها كبيرة بزاف. دابا ولاو فيها ألعاب بارك كيجيو الناس كيدوزوا النهار ديالهم هنا.